السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. من فضلك أعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وتعالى نبدأ فيديو جديد. شايف المنظر؟ الحمام اللي في السلكة ده، شوف الحمام ده، تحس إن هو عايز يخرج. الحمام قاعد يخربط في السلك، بص عليه. الحمام كل أكل وشرب والاكل باقي قدامه. لازم تاخد بالك من الحاجات دي، تكون عندك قوة ملاحظة، هتعرف الوقت القص ده عايز ايه. انا عرفت، انا من عشرتي مع الحمام انا عرفت هو عايز ايه. الحمام ده معز غليل، دي اول ملحوظة تلاحظها، الحمام ده معز غليل، يبقى الحمام ده ناقصه حاجة. الحمام ده ناقصه ايه؟ ممكن يكون عايز تحديق. لا انا فارش الطواجن لسه تحديق، يعني هو بياكل من التحديق، اكل التحديق امبارح وهو امبارح، ممكن احط له شوية تحديق دلوقتي. لكن في حاجة تانية ناقصة برضو، اللي فوق ده كان بيخربط من شوية، اللي هنا في السلكة دي برضو كان بيخربط من شوية. بس شوف الحمام هيتهبل، عايز يخرج من السلاكة، تحس ان هو عايز يخرج. هو شايفني بحط الاكل للحمام السايب، عايز يخرج. يبقى اذا هنا الاكل اللي قدامه مش عاجبه. انت حاطط له اكل، الكلفة اللي قدامه مش عاجباه، او هو كل اللي هو عايزه لكن لسه عايز منه كمان. طيب تعال نشوف هو اكل ايه وساب ايه. ده المنظر اللي انا قلت لك عليه في الفيديو اللي فات. انا حطيت شويه عيش المره دي، كان عندي رغيفين عيش فايضين حطيتهم. هو طبعا ممكن ياكل منه لكن مش هياكل كل العيش. ساب الذره، هو ساب ذره اهو. ايه اللي هو ناقصه؟ الفول اللي قلت لك عليه، هو هيقعد يخبط كده عشان عايز الفول. طيب هحط له شويه فول وهتشوف الحمام هيعمل ايه. انا جبت الفول اهو، فول خالص اهو، بالك ده حبه فول اهو. شوف الحمام، الحمام بعد ما اكل وشرب واكل ولاده، الحمام جاي ياكل تاني. يبقى هو ده اللي كان ناقص الحمام. شفت ازاي الحمام بيطلب؟ تلاقي الحمام بيخربط في السلكة كده، تعرف ان هو ناقصه حاجة، خاصة لو محبوس. هو اللي فوق، شوف لو بصينا على اللي فوق برضو قاعد يعمل نفس الحكاية. ده هو خايف من الكاميرا. سمعوا كده صوت الفول، هيسمع صوت الفول اهو، بيسمع الصوت. خد بالك هو عارف ان هو عايز ده، سمع صوت الفول يا جماعه اهو. انا بقلب الفول، شوف واقف يستناه ازاي اهو، عايز الفول. تعالى تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي اهو، تعالى خد كده، كانك بتعطيه الجايزه. انا هعطيله الجايزه النهارده، انت اعطيته كده جايزة، هيحبك وهيبيض وهيشتغل وهيشبعك زغليل. زي ما انت هتشبعه كده فول، هو هيشبعك زغليل. بسم الله ما شاء الله، هياكل برضه ويروح ياكل ولاده تاني. مش انت اكلته من شوية، من ساعة او من نص ساعة بعد ما اكل واكل ولاده؟ انا حطيت له خميرة في المية ديت، هو هياكل تاني ويشرب عليها مية. الخميرة زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده ان هي هتبقى بعد الاكل، بعد الاكل بساعة. طبعا هو كل من ساعة وانا حطيت له المية، كل وشرب بعدها وراح اكل زغليله، وبعد كده لقيته بيخربط زي ما حضرتك شايف كده. فانا بعمل ايه؟ بزود للحمام اللي معاه زغليل كله شوية فول، برضو دول معهم زغليل احط لهم برضو شوية فول، غير اللي بكلفة اللي بتيجي خالص اهو. هتلاحظ ان الحمام كله بيجي ياكل بعد تاني اهو. شوف حضرتك اهو، ده القص التالت، ده الدليل اهو، ده برضه معاه زغليل اهو، شايف ازاي؟ وحتى زغليله جات صاصي عليه ان هو عشان ياكلها، رغم انه قدامهم لسه الاكل فايض. يعني انا كنت طالع عشان اقشط الاكل، لقيت لسه في طبعا قدامهم اكل، فهو عايز شويه فول كمان تدايم للوجبه، يعني زي ما بتقول. بسم الله ما شاء الله اهو، هياكل ويأكل زغليله
وهتلاقي الزغاليل بقت صحتها كويسة، وهتلاقي الحمام يبيض تاني عندك بسرعة. الحمام هيبيض بسرعة، لو الحمام قطع بيض اعرف ان هو ناقصه الفول. مش هقول لك سيلينيوم، مش هقول لك جروفيت بلس، انا بعت الحاجات دي، بعت جروفيت بلس وبعت سيلينيوم، وبحط على الكلفة على كل 5 كيلو معلقة كبيرة من ثنائي فوسفات الصوديوم، لكن ما يغنيكش عن الفول. لو ما لقيتش اي حاجة في الكلفة غير الفول اكله فول. هي فول يمكن ب 14 جنيه دلوقتي، دور الحمام يا جماعة ب 11 جنيه، دور الاصفر ب 12 جنيه، فاذا ما تستخسرش في الفول، الفول افضل من كل الحاجات دي. ما تهملش في الفول. طبعا ممكن تبقى عندك فرد ما بياكلش الفول، موارد جدا انه مش هيحب الفول، فانت هتحط الذرة وتحط الفول، بعد كده تقشط بعد الساعة تشيل الاكل الفايض، ليه كل فرد ياخد اللي هو محتاجه. الزغاليل بتصاصي عليهم اهو، عندنا اللي تحت اهو لما كل الفول شرب، ذكر اكل وشرب، هنشوفه برضو هيروح للزغاليل ولا هيعمل ايه. الزغاليل بدأت تصاص عليه، اللي تحت اهو زغاليل صغيرة شوية 11-12 يوم، لكن اللي فوق دي زغاليل كبيرة. زغاليل ما شاء الله جاية بتلقط لوحدها، بتعتمد على نفسها مع الاهالي اهو. طبعا هم مش ولادهم، انا محضنهم تحتهم، يعني كان حصل ظروف كده وحضنتهم تحتهم، فالزغاليل اللي فوق دول مش ولادهم، اما اللي تحت دول زغاليلهم. طبعا هتشيل كل الاكل تاني مرة تانية، مش هتسيب حاجة باقية قدام الحمام، ما تخليش الاكل يبات قدام الحمام. انت بتحط، حتى حطيت بزياده، حطيت قليل، بعد شويه ما تخليش اكل باقي قدام الحمام. اهو زي ما حضرتك شايف ده برضو جاي ياكل الفول. ليه؟ لان معاه زغاليل، القص اللي معاه زغاليل عايز فول بزياده اهو، ده معاه زغاليل، فاذا هو محتاج الفول. بعد شوية برضو الحمام ياخد كفايته من الاكل، سواء فول او ذرة او اي كلفة. بعد شوية هاجي اشيل الاكل ده كله واكفي المسائي، اسيبها نظيفة، يصبح بكرة تاني يوم جعان. زي ما قلت لك قبل كده، جوع الحمام تاخد زغلول كبير او تاخد زغلول قوية، تاخد احسن زغليل لما تجوع الحمام. الحمام ياكل، شيل الاكل من قدام الحمام، ما تخليش الاكل يتبقى قدام الحمام. ممنوع انك تخلي الاكل يفيض قدام الحمام، لازم تشيل الاكل بعد الحمام ما ياكل. بعدها بفتره ياكل ويشبع، ترجع تلم البواقي دي كلها وتكفي المسائي، تبقى المسائي نظيفه. تيجي تحط الاكل تاني يوم، الحمام يجي يجري على الاكل، تعرف ان الحمام صحته كويسه، والحمام يكون هضم الاكل اللي ما تحطش، ما تاكلوش اكل على اكل، عشان الحمام يهضم وياكل ويتغذى ويستفاد من الاكل اللي هو اكله. الحمام لما يجوع ويهضم اكله ياكل تاني، يهضم كويس ويستفاد من الاكل اللي هو كله اليوم اللي فات. يبقى كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.